مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذه النشره التي تاتيكم استثناء بين شوطي مباراه نهائي كاس الجزائر من اجل تمكين جمهورنا الرياضي من متابعتها مباشره. هذا وتحتفي الجزائر اليوم بالعيد العالمي للشغل في ظل انجازات ومكاسب اجتماعيه ومهنيه لطبقتها الشغيله تحت رعايه الساميه لرئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه. تحتضن حاسي مسعود بورقلة الاحتفالات الرسميه تحت شعار السياده الاقتصاديه وترقيه الانتاج الوطني التي اشرف عليها وزير الداخليه والجماعات المحليه والتهيئه العمرانيه نور الدين بدوي رفقه وزير الطاقه مصطفى قيتوني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي والامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس منتدى المؤسسات علي حداد إلى جانب إطارات نقابية ومنتخبين محليين وجمع كبير من العمال والعاملات. الاحتفالات استهلت بوقفة دقيقة صمت على أرواح شهداء الفاجعة الوطنية إثر سقوط الطائرة العسكرية. تميزت الاحتفالات أيضا برسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في المناسبة والتي قرأها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية نور الدين بدوي والتي حيا فيها السيد الرئيس بإجلال نضال العاملات والعمال من أجل تحرير الوطن. كما انحنى رئيس الجمهورية أمام الأرواح الطاهرة لشهداء الواجب الوطني أيام المأساة الوطنية والصمود من أجل بقاء الجزائر، مؤكدا أن الشهيد عبد الحق بن حمودة يعد أحد الرموز الكبرى لهؤلاء الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن لتستعيد بعد ذلك الجزائر وعافيتها بفضل الوئام والمصالحة الوطنية ولتصبح الجزائر بعد ذلك ورشة لإعادة البناء الوطني، مبرزا المكاسب والإنجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات التنموية والإصلاحية والتي لا يمكن لأحد يضيف رئيس الجمهورية أن يتنكر لها، وذلك بفضل تواجد العمال في الورشات والمزارع وفي كل مواقع البناء والتشييد. رئيس الجمهورية أكد حرصه على عدم وقف المسار التنموي والحفاظ على السياسة الاجتماعية رغم الظرف الاقتصادي الصعب للبلاد. وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس أن الدولة تسهر على توفير دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية، دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا، مناشدا أطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي العمل سويا خدمة للجزائر، داعيا الحكومة للاستمرار في إشراك كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في تنفيذ هذا العقد المشترك. رئيس الجمهورية أنهى رسالته بدعوة شركاء الثلاثية إلى مزيد من التجنيد وتغليب الحوار الجاد والبناء لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون وتوظيف هذا الحوار في ترقية التكامل والفعالية لاستمرار المسار الوطني لبناء جزائر العزة والكرامة. لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات التنموية والإصلاحية. ففي المجال السياسي تعزز نظامنا الديمقراطي التعددي وترقية الحريات وترقية الحقوق والحريات، تعززا توج بالتعديل الدستوري لسنة 2016. وفي المجال الاجتماعي تداركت الجزائر كل ما تراكم فيها من تأخرات، وفي هذا السياق أنجزنا الملايين من السكنات وتغلبنا بقدر معتبر على البطالة التي تراجعت فيه عن المستوى الرهيب الذي كانت عليه في بداية هذا القرن، ونحن مستمرون في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال. كما تقدمت الجزائر في مجال التربية والتعليم وفي الخدمات الاجتماعية، وكذا في رفع مستوى معيشة السكان وتعزيز الطبقة المتوسطة. وفي المجال الاقتصادي سجلت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد.
وقبل قراءته لرسالة رئيس الجمهورية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن المناسبة متميزة ولطالما حظيت برعاية واهتمام رئيس الجمهورية. يتجلى ذلك من خلال دعمه لكل البرامج التنموية، خاصة تلك المتعلقة بترقية حقوق الطبقة الشغيلة. مع انطلاقة كل مشروع أو تدشين كل منشأة، وهي عديدة ولا تحصى، ينتابني شعور بالعزة والكرامة، لأن وراءه سواعد جزائرية متشربة بقيم أجدادهم من الرعيل الأول، قيم العمل والبناء والتفاؤل، وأن المستحيل ليس بجزائري. فالفضل يعود لله سبحانه وتعالى، لأن حبى الجزائر بخيرة الرجال، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وأطفأوا نار الفتنة، وزرعوا الأمل في هذه الأمة التي تحيا اليوم وتزدهر في شتى مناحي الحياة. وأنا على يقين بأنكم تعوني. ماذا أقول؟ فالشكر كل الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله، ويتجلى ذلك في خطط فخامته السديدة لفائدة ترقية الشغل، كرامة كل عاملة وعامل، والكل يشهد له بذلك. في الرياضة، وممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى مرفوقا بنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أشرف على تسليم الكأس العسكرية التاسعة لفريق الناحية العسكرية الأولى المتوج في نهائي الكأس العسكرية الذي جمعه بفريق مدرسة تقنيات المعتمدية للناحية العسكرية الأولى بالبليدة بنتيجة ثقيلة 5-0. اللقاء حضره رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وعدد من أعضاء الحكومة. إلى اللقاء إن شاء الله في فرصة أخرى بحول الله. هذا وانتهى الشوط الأول من مقابلة نهائي الطبعة 54 لكأس الجزائر لكرة القدم بين فريق شبيبة القبائل اتحاد بالعباس بنتيجة 0-1 لصالح اتحاد بالعباس. هذا وتتابعون سهرة اليوم عقب نشرة 8 برنامج سهرة الأبطال الذي يستضيفه المتوجين بكأس الجمهورية والكأس العسكرية. ختام النشرة متابعة ممتعة للشوط الثاني من المباراة التي تجمع فريقي شبيبة القبائل واتحاد بالعباس منشطي نهائي كأس الجزائر. حظ موفق لكلا الفريقين. إلى اللقاء.